خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة هو مسألة انه الدوري الانجليزي ابتدوا يعملوا مشروع قرار علشان يحطوا سقف لمرتبات اللعيبة، وفي مجموعة من الأندية صوتت على هذه القانون بتاع القواعد المالية الجديدة لكرة القدم في الدوري الانجليزي، وده نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. معظم الأندية تقريبا وافقت على هذا المقترح اللي هيحدد سقف الرواتب. اللي ما وافقوش يمكن هم أربع أندية، ثلاثة ما وافقوش وواحدة امتنعت عن التصويت. اللي ما وافقش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، واللي امتنع كان تشيلسي. والقرار بيقولوا إنه هيضمن التنافسية، والحد الأقصى مش هيتسبب في أي تخفيض في مسألة الإنفاق عن مستوياته اللي موجودة دلوقتي. مفروض انه عشان القرار ده يطبق 14 نادي من اصل 20 يوافقوا، وده تقريبا حصل. احنا عندنا تقريبا 16 موافقه، وده بيمهد بالفعل انه القرار ده يحصل. ده هيخلينا ما نسمعش الارقام الخياليه اللي احنا كنا بنسمعها في صفقات كبيره زي نيمار، والارقام دي يعني ناس تقول ده عادي ودي التنافسيه، وكل يعني نادي ليه الحريه انه يخلق ده ويشتري اللي هو عايزه، وناس تقول لك لا ده بيجي على حق انديه تانية مش بتدي رواتب بنفس الشكل، وناس تقول انه ده ما بيخليش الانديه تفرز لعيبه من الدوري الانجليزي. فخلينا بقى نروح للمتخصصين ونسمع من الكابتن ياسر الشنواني محلل الكروي ومحلل ايضا بالدوري الانجليزي معانا عبر زوم. مساء الخير على حضرتك، اهلا بيك حضرتك معانا من لندن. عايز اسالك على التجربه دي واهدافها ايه من وجهه نظرك، وتاثيرها هيكون ازاي على الدوري الانجليزي وعلى المنافسه فيه. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الفريق الكرام، سعيد جدا ان اكون معاك. طبعا هتكون يعني هتكون لها تاثير كبير كبير جدا، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت في المقدمه ان في انديه وافقت عليها وفي انديه ما وافقتش. يعني هو 20 نادي في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، احنا بنتكلم دلوقتي على البريمير ليج يعني اقوى دوري في العالم، في خمس دوريات كبرى في العالم، الدوري الاسباني والايطالي والالماني والاسباني، والدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم، فاكيد كل الناس بتبقى انظارها على الدوري الانجليزي. فكون ان يطلع قرار زي ده، لكن هو مش اكيد، لو هو في الاجتماع اللي حصل الاسبوع الماضي قرروا وفي 16 نادي وافقوا وثلاثه ما وافقوش، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، واستون فيلا، واعترض وامتنع عن تصويت تشيلسي. لكن لو هم قرروا في الاجتماع اللي هو بيحصل السنوي في يونيو القادم ان هم 14 نادي وافقوا، فاكيد هيتم تطبيق القرار ده. لكن خلينا نتكلم ان القرار ده مش مخصوص بس رواتب اللاعبين، لكن هو قرار بيحدد سقف الانفاق دايما على رواتب اللاعبين، على العمولات والفلوس اللي بتاخدها الوكلاء، والاموال اللي بتنفق على الانتقالات، على انتقالات اللاعبين. وعجبني جدا يعني كلام حضرتك على ان زي ما شفنا موضوع نيمار، مش معقوله هيكون في نادي عنده فلوس كتير جدا يقدر يشتري، وفي انديه ما عندهاش ما تقدرش تشتري، لكن مش هم بيحاولوا ان هو يخلوا الانفاق يبقى يعني في ما فيش جاب كبير ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. يعني على سبيل المثال لو اتكلمنا عن نادي بحجم مانشستر سيتي، الانفاق بتاعه كبير جدا جدا. طبعا مانشستر سيتي حصل على الدوري الموسمين الماضيين وبيحاول ان هو يحصل عليه ثالث مره على التوالي، لكن ويحتفظ بيه، لكن بينفق انفاق كتير جدا. يعني نقص الانفاق على رواتب اللاعبين بس 216 مليون. لو اخذنا نموذج زي لاعب زي البلجيكي كيفن دي بروين، طبعا نجم كبير جدا واسم كبير جدا، راتبه في الاسبوع 400,000 جنيه استرليني. نبص على لعيب زي ألان كامبل في لوتون تاون، راتبه في الاسبوع 8462، يعني حوالي 45 ضعف اللي بياخده كيفن دي بروين. لو شفنا كمان حتى رواتب الاسبوع لكل نادي كامل زي نادي في الدوري الانجليزي لوتون تاون، 112,000 جنيه استرليني، يعني ما حصلوش حتى نص المرتب اللي بياخده كيفن دي بروين في الاسبوع. طيب حضرتك شايف ده هيكون تاثيره ازاي على التنافسيه في الدوري الانجليزي، ويعني تاثيره على التطوير اللي ممكن يحصل من خلاله في الدوري؟ اكيد هيبقى لو تم تطبيق القرار، يعني اكيد هيبقى ليه تاثير، بس ده في نقطتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. النقطه الاولى ان الاجتماع اللي بيحصل دلوقتي للدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي، اكيد في اعتراض من رابطه اللاعبين المحترفين. صحيح، لان ده حصل بالفعل، لان رابطه اللاعبين المحترفين عايزين الاسعار دي تبقى كبيره، لان الاسعار اللي تبقى كبيره دي تبقى
يعني في صالح اللاعبين، هتبقى في صالح الوكلاء، هتبقى في صالح المصاريف اللي بتصرف على انتقالات اللاعبين. النقطه الثانيه ان لازم الفرق الكبيره، فرقه بحجم مانشستر سيتي لما يكون عندها نجوم كبيره جدا زي وولتر، زي دي بروين، زي برناردو سيلفا، زي فيل فودن، دي اسماء كبيره جدا. لما يكون الانديه الكبيره عايزه تشتري لعيبه باسماء كبيره، لان ده بيفرق معاها كتير جدا، ان هي نسبه المشاهده، لان بتدر اموال كتيره جدا على الانديه. حقوق البث اللي بتاخدها بتاخد فلوس كتيره جدا، فدي اكيد بتفرق كتير جدا مع الانديه الكبيره. انديه بحجم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ارسنال، ليفربول، توتنهام هوتسبير، كل الانديه دي اكيد مش عايزه القرار ده، لان هي عايزه تشتري لعيبه بمبالغ كبيره، لان عارفه ان المبالغ اللي هتدفعها في اللعيبه اكيد هترجع لها اضعاف اضعاف، لان الكره دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي الكره دلوقتي بقت بيزنس اكتر، لانه يعني كل ملاك الانديه الكبيره طبعا كلهم ناس بتوع بيزنس، فعارفين ان هم بيجيب لعيب قد كده عشان عارف ان هو هيحصل على اضعاف اضعاف من اللعيب ده، وخصوصا ان رابطه الدوري الانجليزي اتكلمت وقالت ان كل ده عايزين القرار اللي هو بتاع تحديد سقف سواء اللاعبين او الوكلاء او الانتقالات او كل ده، عشان يحل محل القرار اللي بيتاخد دايما بقواعد اللعب المالي النظيف، واللي حصل واثر تاثير كبير جدا على ايفرتون، نوتنغهام فورست، وخصم منهم نقاط، لان في قانون الدوري الانجليزي ان اي فريق يحصل له خساره ماليه تتعدى ال 105 مليون جنيه استرليني في خلال 3 سنوات فيخصم منه نقاط، وده اللي حصل مع ايفرتون ومع نوتنغهام فورست. طيب يعني امكانيه التطبيق ده في دوريات اخرى بشكل غير رسمي، يعني يقال انه مطبق مثلا في الدوري الالماني باتفاقيات ما، ايه الفرق ما بين ده وما بين انه يتم بقانون؟ طبعا لان احنا بنتكلم عن اقوى دوري في العالم، يعني بنتكلم عن الدوري الانجليزي، يعني الدوري الانجليزي فرق كبير جدا ما بين الدوري الانجليزي والدوري الالماني، يعني حضرتك كان اكبر نسبه مشاهده في العالم هي الدوري الانجليزي. صحيح. يعني البريمير ليج اقوى كتير جدا من البوندس ليج، البوندس ليج نسبه المشاهده بتاعته لا تتعدى اكيد يعني نص المشاهده اللي بتحصل بالنسبه للدوري الانجليزي. طب نتكلم دلوقتي عن لعيبه كتير جدا، اسماء كبيره جدا، يعني كيبورد يعني حارس مرمى ايفرتون بياخد 125 جنيه استرليني في الاسبوع، نجمنا اللي بنفخر بيه كلنا نجم محمد صلاح 350 جنيه استرليني في الاسبوع. فلما تكون انديه عندها لعيبه كبيره، لعيبه اسماء كبيره، اكيد حقوق البث بتبقى اعلى من الانديه الثانيه، اكيد اكيد طبعا بتكون نسبه المشاهده، ودي اكيد بتدر اموال كثيره على اللعيبه. لكن رابطه وده يفسر رفض الانديه الكبيره دي لهذا القرار عشان يعني تستمر في هيمنتها على الدوري الانجليزي. طبعا عشان تستمر هيمنتها على الدوري الانجليزي، وعشان يبقى في جاب كبير بينها وبين الانديه الصغيره، لان احنا شايفين دلوقتي ان الدوري الانجليزي حتى لغايه دلوقتي يعني دوري قوي جدا، محدش يعرف لغايه دلوقتي مين اللي هيحصل، في منافسه كبيره جدا، كان ليفربول ويعتبر الى حد ما طلع بره المنافسه، ارسنال ومانشستر سيتي، في انديه في الوسط خلاص ولا هتاخد الدوري ولا ريليجيت للشامبيونشيب، مش هتنزل للشامبيونشيب للدوري الدرجه الثانيه، لكن في انديه خلاص اوريدي نازله زي شيفيلد يونايتد، لوتن تاون، بيرنلي، دي فلازم هم عايزين الانديه الكبيره، عايز يبقى في فرق ما بينها وبين الانديه الثانيه عشان تفضل مسيطره على الدوري الانجليزي وتسيطر على البطولات، لان السيطره دي هتدر عليها اموال كتير جدا. كابتن ياسر، القرارات دي على الدوريات اللي بتجيب فلوس كتير قوي زي الدوري الانجليزي، طب احنا لو هناخد الموديل ده نطبقه عندنا في مصر هتبقى شايفه ازاي؟ طبعا عشان نطبق حاجه في مصر صعب جدا، خصوصا بالنسبه للدوري المصري. الدوري المصري عايز نظام، يبقى فيه نظام زي الدوري الانجليزي، الدوري المصري لازم عشان يعني حاله يتعدل شويه ويبقى احسن من كده، لازم تبقى فيه مواعيد ثابته. احنا بنشوف الدوري الانجليزي مهما حصل مفيش حاجه اسمها عشان المنتخب، مفيش حاجه اسمها عشان اي حاجه، كل مواعيد معروف ان الدوري بيبدا يوم كذا وبينتهي يوم كذا، كل حاجه محدده من الاول. لكن احنا لازم ننظم، يبقى عندنا نظام في الاول في المواعيد، نظام ان الدوري هيبتدي امتى وهيخلص امتى، وبعد كده لما نحقق النظام ده في مواعيد الدوري نقدر بعد كده نحدد قرارات اننا هل الناحيه الماليه، لكن ما حدش يقدر يعني يختلف ان فعلا دلوقتي ان سقف يعني المصاريف وسقف انتقالات اللاعبين ان حصل فيه طفره كبيره جدا 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 جدا، سواء في الدوري الانجليزي او اي دوري في العالم ومن ضمنهم الدوري المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن ياسر الشنواني، شكرا جزيلا على وجودك معنا.